انا احمد حاتم ليفل 2 حسابات حلوان، معاكم انستراكتور ان شاء الله في السيشن ديت، يعني تمام كده. هنبدا النهارده من الاول. يعني في ناس عارفه لغه برمجه او قعدت في الكليه قبل كده، وفي ناس متعرفش حاجه، فاحنا كده كده هنبدا من الزيرو بان احنا ليفل 1، تمام كده. طيب واحده واحده كده. اول حاجه، اصلا احنا عارفين طبعا ان احنا شغالين سي بلس بلس. طيب ايه الفرق بين السي والسي بلس بلس عشان الناس اللي شغاله بين الاثنين وعماله تقول ليه دي وليه دي ومش عارف ايه الفرق بينهم؟ اول حاجه، السي اتعملت قبل السي بلس بلس. يعني السي كانت 1970 والسي بلس بلس كانت حوالي 1985، تمام. فبالتالي من التاريخ كده واضح ان السي بلس بلس احدث من السي، تمام. في فرق بينهم في يعني في كذا حاجه. اول حاجه طبعا ان السي لوست ليفل اكتر من السي بلس بلس. الحاجة التانية إن ال C procedural، لكن ال C++ بتدعم ال OOP. ممكن نبقى يعني نتكلم في النقطة بتاعة ال OOP بعدين. برضو من الحاجات التانية إن ال C بتبقى فيها ال functions قليلة، أو الحاجات اللي ممكن اللي احنا نتعامل بيها بعد كده قليلة، على عكس ال C++. من الحاجات المختلفة برضو إن ال C مفيهاش string، لكن ال C++ فيها string، تمام. فبالتالي احنا بنشتغل على سي بلس بلس على اساس اللي هي اسهل لينا في التعامل، والشغل بتاعها بيبقى احسن شويه يعني من السي، ماشي. دي كانت اول نقطه. طيب النقطه التانية، هنبدا دلوقتي اول حاجه من البدايه خالص. طبعا هنفتح الكود بلوكس، تمام. ثانيه واحده افتح السكرين. اوكي، لو حد عنده السكرين مش باين يقول. ده عنده السكرين مش باين؟ ايوه انا عندي السكرين مش باين، السكرين برضه مش ظاهرة عندي. هي ظاهرة. طيب تمام، ثانية واحدة. كده باين؟ باينة. اه لا مش باين، مش باينة برضه. مش باينة. طيب باينة تمام، السكرين ظاهرة عندي صح. طب في حد مش باين عنده دلوقتي؟ طيب مش ظاهرة عندي. باينة ما كانتش ظاهرة بس ظهرت. طيب في حد مشكلة دلوقتي تاني؟ لو سمحت يا باشمهندس، هي مش ظاهرة عندي، مكتوب لي this channel is full. تمام. طيب اسال الانستراكتورز اللي معانا يخرجوا لو ينفع. طيب تمام كده ظاهر. انا مش ظاهر عندي. تمام. تخش على السكرين منين؟ جنب الاسم بتاعي كده في كلمه لايف، دوسوا عليها هتلاقوا في الصوره بتاعه السكرين جنبها، دوسوا على صوره السكرين. تمام. لو في حد لسه مش واضح عنده قوله. نعمل ايه تاني؟ لو حد مش واضحة عنده اخرجه، او يعني يقوله. تمام يا شباب كده. زهرة ولا مش زهرة؟ طيب يعني نعتبر اللي هي كده الدنيا تمام؟ خلاص تمام. ماشي. اول حاجه احنا هنفتح الكود بلوكس. طبعا احنا هنبدا من الاول خالص، فهنيجي اللي احنا نكريت بروجكت، هتبقى كريت نيو بروجكت، وهتدوس على كونسول ابلكيشن، تمام. هندوس نيكست، هنختار سي بلس بلس مش سي، وهنسمي البروجكت. خد بالك من حاجه قبل، يعني قبل حته تسميه البروجكت ديت، الحته بتاعه الباث او الدايركشن بتاعه لازم يبقى موجود فيه. يعني لو انت لسه منزل الكود بلوكس او كده، هيبقى المكان دوت فاضي، فلازم تحدد مكان في الجهاز بتاعك يتحط عليه البروجكت،
تمام كده. هنسمي مثلا البروجكت اي سي بي سي ليفلون، تمام كده، وهندوس نيكست وفينش. دي اول حاجه هتفتح معانا لما نفتح البروجكت. خلاص طيب، واحده واحده بقى كده. في عندنا السكرين واضح عند كله والخط باين صح؟ تمام كله باين. لو سمحت يا باشمهندس، عندي زهرة في حتة صغيرة كده فمش باين قوي. يعني ايه؟ بس هو لو هندوس كون دبل هندوس على كلمة لايف اللي جنب الاسم وهتختاروا السكرين نفسه. يعني هندوس على السكرين المفروض اللي هو هيفتح. تمام تمام ولا ايه؟ بدوس بس مش بيفتح. مش بيفتح ازاي؟ مش عارفة والله. طيب وانا عمالة ادوس مش راضية تفتح. هو ممكن بيكون بيحمل عندها بس كده. مالي تاني من ورا بقى. ماشي شكرا خلاص بقى. تمام كده ماشي. طيب اول حاجة لما معلش بس ممكن بس من بعد ما بعمل كرييت نيو بروجكت، يعني الخطوه اللي بعد كده كانت ايه؟ بعد لما بتعمل كرييت بروجكت بتختار. طيب ماشي هنشوفها تاني. نيو بروجكت، تمام. بندوس على الابلكيشن، تمام، وبعد كده نيكست. معايا ولا ايه؟ طب احنا هنعتبر اللي هو كده تمام يعني. ماشي نرجع اللي كنا بنقوله. احنا اول حاجه لما نفتح البروجكت بتاعنا هنلاقي الكود دوت قدامنا. طيب واحده واحده كده، ايه هي الهاش انكلود اي ستريم دي؟ بنقول ان الاي ستريم دوت اللي هو الستاندرد انبوت واوتبوت. صب القطع بس الاي ستريم هي الستاندرد انبوت اند اوتبوت ستريم، تمام. دوت اللي مسؤول عن السكان والبرنت، اللي هو اللي احنا ناخد حاجه من اليوزر على الكيبورد ونطلعها له على الشاشه، تمام. فدي كده اللي هي الهاش انكلود اي ستريم. فاحنا يعني بنحط الهيدر فايل دوت في الكود بتاعنا او في البروجكت بتاعنا. طيب تاني حاجه اللي هي اليوزنج نيم سبيس اس تي دي، دي بتعمل ايه بالظبط؟ في حاجات الفانكشنز لو تعرفوا عن الفانكشن، فانا ممكن تبقى في فانكشن في اللغه نفسها او في الكود بتاعي نفسه انا عامل واحده زي بنفس الاسم. يعني مثلا لو فانكشن زي الباور انا عامل فانكشن تانيه اسمها باور، فازاي البرنامج او الكومبايلر يعرف انا عايز انهي واحده في الاثنين؟ فبيجي اللي هو بقى بيعمل كل فانكشن منهم بيعمل لها زي مور انفورميشن كده او اديشن للانفورميشن بتاعتها، بحيث اللي هو يحدد انا عايز مين فيهم بالظبط. تمام دي كانت اول جزئيه. طيب بعد كده عندنا الانت مين، دي الفانكشن الاساسيه او اول فانكشن لو نعمل ران للكود بتشتغل معانا. يعني لو البرنامج بتاعي ما فيهوش مين مش هيشتغل. خلاص واحدة واحدة بقى، يعني هنشيل الكلام ده كده وهنعمل حاجة حاجة. أنا دلوقتي عايز أعمل برنت الحاجة على السكرين. بنعمل إيه؟ بنستخدم سي أوت. عايزين نطبع مثلا واحد، هنعمل سي أوت وهندوس على اللي هي ال build and run اللي فوق ديت. تمام أعتقد اللي هي واضحة صح؟ حد مش واضح عنده؟ تمام واضح. تمام فدلوقتي هي كده طبعا واحد عادي جدا خلاص اهوت. طيب لو احنا مش عايزين عايزين مثلا نطبع كلمه، عايزين نطبع سترينج، تمام، فبنعمل ايه؟ بنحطه بين الدبل كوت كده اهوت مثلا، وهنقول خلاص عايزين نعمل بنت. تمام كده ثانيه واحده. سهلا وعلا. ثانية واحدة يا جماعة.
تمام، نفتح البروجكت بتاعنا تاني. سوري، تمام كده اهوت البروجكت بتاعنا فتح. كنا بنقول ان احنا عايزين نبرنت سترينج مثلا، فبنحط بين الدبل كوت، وهنيجي جوه الدبل كود ديت هنكتب الحاجة اللي احنا عايزين نعملها برنت. زي مثلا لما اقول اعمل برنت لأحمد، فهيقوم نعمل ران كده، يقوم طابع احمد عادي جدا. تمام، فلو احنا عايزين نعمل برنت للسترينج بنحطه بين الدبل كود. تمام، ولو عايزين ان احنا نطبع رقم او حاجة من الحاجات ديت بنكتبها على طول. خلاص، دي كانت اول جزئية. طيب لو انا عايز مثلا اعمل سكان للانبوت من اليوزر، يعني عايز اللي هو يكتب حاجة على الكيبورد واخدها منه، ف يعني هنعمل int n مثلا. تمام، يعني فككم من كلمة int دي هنتكلم عنها بعدين، بس انا دلوقتي مثلا عملت variable اللي هو الحاجة اللي هعمل بيها الانبوت من اليوزر اللي هي n، فهنستخدم cn يمين للn ديت. فانا كده اخدت الانبوت دوت من اليوزر، وجيت بعد كده عايز انا اعمل له int مثلا، فهقول له ايه cout ln برضه. هنعمل run، هو دلوقتي مستني ان انا ادخل له input. تمام، فهندخل له رقم زي مثلا لما نقول 4، قام طبع لي الكي الاربعه كده، اخد الاربعه وقام عامل لها برنت. تمام، فاحنا دلوقتي كده عملنا سيف للحاجه اللي احنا عايزين ناخدها من اليوزر ديت في مين؟ في الان ديت اللي هي فاريبل. خلاص، طيب يعني ايه فاريبل اصلا؟ يعني ايه دوت المتغيرات او الحاجات اللي احنا بنستخدمها عشان بعد كده نقدر ان احنا ناخدها من اليوزر في حته تانية. يعني انا دلوقتي لما عملت سكان للان ديت، او لما عملت سي ان للان، عرفت ان انا بعد كده اعمل لها برنت او سي اوت واتعامل معاها، ممكن ان انا اجمع واطرح واعمل الحاجه ديت كلها عليها. طيب ايه بقى الانت ديت؟ دوت هينقلنا لجزئيه تانية اللي هي الداتا تايبس. تمام كده، انا دلوقتي الداتا تايبس اللي عندنا في اللغه عباره عن كذا حاجه. يعني ايه اصلا الداتا تايب؟ اللي هو الفاريبل دوت ليه نوع. يعني انا دلوقتي مثلا كلمه احمد لو انا هعمل لها سيف او هخزنها في حاجه، مش الكلمه ديت عباره عن سترينج؟ طيب لو انا عندي حرف واحد مش دوت كده كاركتر؟ لو عندي رقم صحيح دوت كده رقم، غير لو انا حطيته مثلا 1.2 فده كسر، او رقم عشري هيبقى ليه حاجه تانية. فبالتالي كل فاريبل هيبقى ليه داتا تايب مختلف عن التاني حسب اللي انا عايزه. طيب ايه الداتا تايبس اللي عندي بالترتيب كده؟ اول حاجه عندي البايت، تمام، تاني حاجة عندي الشار، عندي السترينج والشورت، الانت، اللونج لونج، الفلوت، والدبل. واحدة واحدة بقى كده، ايه الفرق بين كل دوت؟ اول حاجة البايت دوت اقل ديت طيب معانا، ودوت تقريبا احنا مش بنستخدمه خالص، يعني دوت في الاستخدام بتاعه بيبقى قليل جدا. في بعد كده في داتا تايب كمان اللي هو بولين. تمام، ودوت بيبقى بيخزن قيمه من الاثنين، يا اما يس يا اما نو، ترو او فولس. يعني دوت ما ينفعش يتحط فيه غير ترو وفولس بس. تمام، زي مفتاح الكهرباء كده، هو يا مفتوح يا مقفول، ملهوش قيم تانية. خلاص، الشار دوت بياخد كاركتر. يعني ايه؟ يعني انا ممكن مثلا اقول شار ان بتساوي اي، ده كاركتر. ماشي، ممكن نعمل كده أسهل. تمام، اهوت كده البول قلنا اللي هي بتساوي ايه؟ هنقول مثلا بي بتساوي ترو، او ممكن تبقى ايه؟ تبقى فولس. خلاص، طيب الكاركتر قلنا اللي هي ممكن تبقى كاركتر اللي هو حرف واحد بس، هتبقى ايه؟ او ممكن اللي احنا مثلا ناخد الواحد ككاركتر برضو، يعني الواحد كايه؟ حرف موجود معانا في الاسكي كود عادي. طيب بعد كده السترنج بتشيل كلمة، يعني ممكن مثلا نشيل دي كده اهوت، هنقول أحمد، أو ممكن اللي احنا نخليها حرف واحد برضو عادي. يعني السترينج ممكن تشيل كلمة أو حرف. خلاص، طيب الشورت والإنت واللونج لونج، التلاتة بياخدوا أرقام صحيحة. واضح لحد هنا بس الأول؟ يعني
تمام، واضح ان مفيش مشاكل. طيب نرجع تاني، الشورت والانتجر واللونج لونج، التلاته دولت نفس الحاجه يعتبر، باختلاف السايز بتاعهم. يعني ايه؟ يعني التلاته بياخدوا ارقام صحيحه بس الفرق في الماكسيمم اللي هو ممكن يشيله. فهنلاقي مثلا ان عندي الشورت بياخد 2 بايت او السايز بتاعه 2 بايت، الانتجر بيبقى 4 بايت، اللونج لونج بيبقى 8 بايت. تمام. طيب دوت بيفرق معانا في ايه بالظبط؟ ده هيفرق معانا في الحاجه اللي انا هعمل لها انسرت او الحاجه اللي انا هخزنها فيه. فلو انا مثلا دلوقتي عندي رقم صغير ممكن انا احطه في الشورت، لو عندي رقم من سالب 10 اس 9 لحد 10 اس 9 هخليها في انتجر، لو عندي رقم اكبر من 10 اس 9 فهخليها في لونج لونج. وفي التلاتة احنا بناخد ارقام صحيحة، يعني مينفعش اللي هو يتحط كسر او ارقام عشرية. فهنيجي مثلا هنا هنقول شورت واحد، هنا ديت الشورت هنحط طبعا ديت تايب هنسميه ايه مثلا، وديت هنخليها زد، هنقول مثلا حاجة زي ديت، وي لونج لونج كده تبقى ايه برضو رقم صحيح هيبقى كبير شوية. ده كده الايه التلاتة، خلاص 2 بايت 4 بايت 8 بايت، خلاص كله ارقام صحيحه. نيجي بقى دلوقتي للفلوت والدبل، الاثنين برضو زي بعضهم بياخدوا ارقام عشريه، بس في فرق بينهم. ايه هو؟ ان انا الفلوت بيستحمل لحد 7 ارقام بعد العلامه العشريه. يعني لو قلنا مثلا ان انا عندي دي كده فاقول واحد كده، ده كده الماكسيم بتاعه 7 ارقام بعد العلامه العشريه. لكن الدبل ممكن يشيل لحد 15 رقم بعد العلامه العشريه. طيب انا دلوقتي بقى بيفرق معايا الكلام دوت في ايه؟ وانا بحل او انا بعمل البرنامج بتاعي ببقى واخد بالي دايما من الداتا تايب اللي انا محتاجه. يعني انا ممكن اللي انا دلوقتي احط كاركتر، عايز اخد كاركتر من اليوزر، هل انا هحتاج اللي انا اخده في سترنج؟ مش محتاج اخده في سترنج، هاخده في كاركتر عادي. لو انا عايز مثلا رقم صغير يبقى انا مش هينفع اللي انا احطه في، او مش محتاج اللي انا احطه في انتجر او لونج لونج، فهحطه في شورت. طب انا رقم كبير يعني ما ينفعش اللي هو يتحط في انتجر ولا شورت، وهكذا. فكل داتا طيب معانا سوري كل داتا طيب معانا بيبقى ليه الاستخدام بتاعه او ليه السايز اللي احنا بنستخدمه فيه. خلاص. طيب لو افترضنا مثلا ان انا دلوقتي يعني هنشيل كل دوت كده وجيت قلت انت ان واخدت فيها رقم 10، هيحصل ايه؟ يعني مثلا اخدنا 1 و2 من 10 هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا 1. ليه؟ لان احنا قلنا ان الانت بياخد ارقام صحيحه، فبالتالي مهما تحط فيه ارقام عشريه هو مش هيقرا غير الصحيح منه. خلاص كده تمام. طيب عايز حد معايا كده لو عايزين برنامج مثلا هيحسب رقمين، تمام؟ فاحنا هنعمل ايه؟ هنعرف الرقمين الاول يبقى اكس وواي. عايزين ان احنا نعمل سكان هنعمل ايه؟ حد يفتح المايك ويقول معايا. هيا يا شباب. شباب حد معايا طيب ولا ايه؟ طيب ماشي، يعني بما ان مفيش حد عايز يتكلم كده فهنقول احنا دلوقتي اول حاجه هنعمل ايه؟ هنسكان الاكس والواي. تمام. يبقى هن سي ان الاكس و سي ان الواي. تمام. عايزين بعد كده اللي احنا نعمل برنت للمجموع بتاعهم، يبقى هن سي اوت لمين؟ المجموع بتاعهم اللي هو اكس زائد الواي. تمام. نيجي نجرب كده، أول حاجة هندخل 4 وبعدين 5 طلعوا لنا 9 مظبوط. فاحنا عادي اللي احنا ممكن في البرنت في الجملة بتاعة السي اوت اللي احنا نعمل عمليات حسابية مفيش أي مشاكل. تمام. طيب أنا ممكن بدل ما أعمل جملة سي ان للإكس وجملة سي ان للواي ممكن أعملها بشكل تاني اللي هو كده، اهو تبقى الاتنين جنب بعضهم. تمام. يبقى سي ان للإكس وبعدين علامتين الأكبر من ديت للواي على طول.
في الحالة دي برضو هيبقى نفس الفكرة، اللي انا هعمل الاربعة والخمسة وهياخد التسعة. تمام، خد بالك اللي هو مش هيفرق معانا انا دوست انتر ولا دوست سبيس، يعني انا في الانبوت سواء دوست انتر او سبيس مش هتفرق معايا في الحالتين، لان هو كده كده انتجر. فمجرد ما انا دوست سبيس ام هو خلص الانتجر الاولاني ودخل على الانتجر التاني يعمل له سكان، فاربعة وسبعة تطلع لي 11 عادي. تمام كده. طيب ندخل دلوقتي على جزئية تانية اللي هي العمليات الحسابية بقى كاملة على بعضها كده. يعني احنا دلوقتي عملنا برنت للمجموع، ممكن اللي احنا نعملها للطرح، ممكن اللي احنا نعملها الضرب اسمه كل دوت. طيب اللي احنا هنتكلم فيه بقى دلوقتي المودلز اللي هي باقي الاسم، دي الحاجة اللي في كتير منكم عنده مشاكل فيها اصلا، اللي هي ايه باقي الاسم. طيب يعني ايه باقي الاسم اصلا؟ انا لما اقول 5 على 4 تمام كده فيها ايه؟ هنقول 1 في 4 ب4 وهيتبقى لنا 1 اللي هو هيبقى الباقي بتاع الخمسة، صح كده؟ دوت كده باقي الاسم، يعني الواحد اللي متبقي دوت باقي الاسم. طيب لما اقول الـ5 على الـ6 تمام، كام في 6 ممكن يبقى برقم اقل من الخمسة او بيساويها؟ مفيش. فبالتالي كده باقي اسمة الـ5 على الـ6 هيبقى كام؟ هيبقى الخمسة نفسها. تمام، يعني لو احنا جينا اللي احنا نجربها كده، اولا علامة المودلس في الـ في السي او سي بلس بلس اللي هي المودلس على طول كده، اللي هي العلامة المئوية ديت. تمام، لو جينا اللي احنا نجربها مثلا على 4 و5 هيطلع لنا كام؟ انا بقول 4 مودلس 5، يعني باقي قسمة الـ4 على الـ5 فيطلع بكام؟ 4. تمام، ليه؟ بالظبط كده، ان الـ4 اقل من الـ5 فدايما هيطلع لي الـ4. لكن لو احنا عكسناها بقى، يعني قلنا 5 مودلس الـ4 هنقول ايه؟ كام في 4 هتبقى بـ5 او اقل من الـ5؟ هتبقى 1 في 4 ب4. طب واللي هيبقى 1، يبقى الباقي القسمه هيبقى 1. تمام، فدايما خد بالك من حته كده، ان لو الرقم الاولاني اقل من الرقم التاني دايما هيبقى الناتج بتاع باقي القسمه هو الرقم الاولاني. خلاص. طيب لو انا دلوقتي مثلا عايز برنامج يجيب الباقي القسمه بتاع، يعني هيجيب لي رقم هيقول لي باقي القسمه كام وناتج القسمه كام، يبقى ممكن نعملها ازاي؟ يعني مثلا لما ادخل له 5 و4 هيطلع لي ان القسمه ب4 وباقي القسمه ب1. عادي هعمل سي اوت، بس هعمل بدل المودلس هعملها اسمها العادية اللي هي تمام، يبقى اكس على الواي، صح كده؟ تمام. في حاجة عندنا عشان ننزل سطر جديد اللي هي اند لاين، في ال سي بلس بلس بنستخدم اند لاين، او ممكن اللي احنا نستخدم باك سلاش ان، يعني مش هتفرق معانا، هنقولها بعدين برضو. دلوقتي مثلا لو احنا اخدنا 5 و4 فهيقوم طلع لنا ان الرقم الاولاني 1 والرقم التاني 1. تمام، اللي هو 5 على الـ4 تبقى كأنها 4 على الـ4 تبقى فيه الواحد، والباقي 1 اللي هو الباقي بتاع الـ5. تمام، واضحة النقطة ديت؟ تمام. هو هي طلعت 1 عشان احنا عاملينها انتجر، صح؟ لأ، هيطلع 1 عشان حللها انتجر. ليه؟ هو مش انا دلوقتي، يعني انا دلوقتي الرقم بتاعي انتجر على انتجر، تمام، اللي انا بقوله 5 على الـ4، فلما اقسم 5 على الـ4 يطلع لي كام صحيح؟ 1. 1 في 4 هيدينا 4، واللي هيتبقى 1. خلاص، واضحة ولا مش واضحة؟ تمام. طيب انا دلوقتي لما عملنا لها برنت طلعت بشكل رخم، يعني هو انا ما عرفتش هو طبعا مين في الاول ومين في الاخر. فممكن اللي احنا في جملة البرنت او جملة السي اوت نعمل برنت ليه كلام جنبها برضو، يعني نقول له مثلا اكس على الواي بتساوي كده اهوت، هيقوم عامل اكس على واي بتساوي وهيقوم مطلع الناتج. وهنيجي هنا نفس الكلام برضو، ممكن نقول له اكس مودلس الواي بتساوي وهيقوم مطلع الناتج. فلما نيجي اللي احنا نعملها كده 5 4 هيقول لنا اكس على الواي بواحد واكس مودلس الواي بواحد، فهي كده بقت شكلها واضح اكتر. تمام. طيب
هو احنا عملنا ايه بالظبط؟ احنا عملنا سي اوت، سوري، عملنا سي اوت وبعدين علامتين الاصغر من، وبعد كده الحاجه اللي هيعمل لها برنت، وبعد كده علامتين اصغر من تاني، والحاجه التانيه اللي هيعمل لها برنت برضه، وفي الاخر قلنا اند لاين اللي هو هينزل سطر جديد. طيب عايزين ناخد بالنا من حاجه برضو في الداتا تايب او في الفاريبلز، ان احنا الفاريبل اللي احنا هنستخدمه يبقى بيعبر عن الحاجه اللي هو هيعملها. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا هنا ارقام صغيره قلنا اكس وواي هنعملها بسكان وخلاص، لكن احنا بنتكلم على حاجه كبيره، فمحتاجين ان احنا كل فاريبل هنستخدمه يبقى عارفين دوت اسمه بيدل على الحاجه اللي هو بيعملها. فمثلا لو قلنا ان ديت الاكس هتبقى فيرست نمبر، وديت هتبقى السكند نمبر. مش كده بقت واضحه؟ يعني كده بقيت انا عارف دوت مين ودوت مين، صح ولا ايه؟ فكده بقت الدنيا الطف شويه واسهل من اللي احنا بنبقى مش عارفين هو مين بالظبط. هنيجي احنا نعمل نفس الكلام برضو هنا، الفيرست نمبر والسكند نمبر، تمام، تبقى كده، وديت هتبقى سكند، ودي تبقى سكند، تمام. كده الفاريبل بيعبر عن الحاجه اللي هو بيعملها، فكده بقى الدنيا احسن. طيب لما نيجي اللي احنا نسمي الفاريبل بقى، تمام، لما نيجي نسميه ما ينفعش اللي احنا نخلي اوله رقم، ولا ينفع اللي هو تبقى حاجه من الارقام او من الكاركترز اللي هي المحجوزه او اللي ليها معنى معين. يعني ما ينفعش مثلا انا اخلي اوله علامه استفهام، ما ينفعش انا اخلي اوله نوت، ما ينفعش انا اخلي اوله هاش، ما ينفعش اللي هي الدولار ساين، ما ينفعش الحاجه دي كلها. طيب يبقى اوله ايه؟ يبقى اوله حرف، يبقى اوله حرف او اوله اندرسكور، لكن ما ينفعش اللي هو تبقى اوله اي حاجه من الحاجات التانية. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اخلي الفاريبل بتاعي ليه اسم من الكلمات المحجوزه. يعني ما ينفعش مثلا ان انا اخليه انت، ما ينفعش اللي هو يبقى فلوت، ما ينفعش الحاجات دي كلها، خلاص. طيب لو انا هسميه، لو عندي فاريبل اسم واحد، تمام، يعني مثلا هنسميها نمبر، تمام، فبنخلي اسم الفاريبل كله سمول، يعني بنخلي الحروف كلها سمول. طيب لو احنا هنخليه من كذا اسم، يعني كذا اسم مثلا زي فيرست نمبر، ما ينفعش ان احنا نخليها سبيس في النص، ما ينفعش في الفاريبل نيم يبقى فيه سبيس في النص. فهنعمل ايه؟ قدامنا حاجه من الاثنين، يا اما زي ما انا عامل كده دلوقتي اللي هو اول واحده تبقى سمول، وبعد كده اول حرف من الكلمه الثانيه هيبقى كابيتال وبنكملها سمول، يا اما هنعمل بدل كده اندرسكور و نكتب الكلمه الثانيه عادي. يعني هنفصل بدل السبيس هنخليها اندرسكور، تمام. فدي طريقه للتعريف بتاع الفاريبل، وديت طريقه ثانيه، وديت طريقه ثالثه، تمام كده، على حسب الفاريبل بتاعي اللي احنا شغالين عليه ايه بالظبط، لو هو كلمه واحده او لو هو كلمتين. طيب نيجي بقى دلوقتي ليه جزئيه ثانيه اللي هي الايكواليتي والريليشنال اوبريتور. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا دلوقتي مثلا عايز اقول ان حاجه بتساوي حاجه، خلاص كده، او حاجه اكبر من او تساوي حاجه وكده. طيب بنعملها ازاي؟ في عندنا طبعا علامه الاكبر من وعلامه الاصغر من، اكبر من ويساوي بتتعمل كده، اقل من ويساوي بتتعمل كده، ايكوال بتتعمل كده. ديت هنا كده اللي هو اللي انا بقول له اللي هو هل ديت بتساوي ديت ولا لا. يعني ديت سؤال عن المساواة مش علامة اليساوي نفسها. يعني لو احنا بنقول ان مثلا ان الاكس بتساوي 3 فهنعملها كده، تمام، لكن لو احنا هنسأل بقى هل الاكس بتساوي 3 فهنعملها ايكوال ايكوال، ماشي. في عندنا برضو علامة النوت ديت اللي هي مش كذا. يعني مثلا لو هنقول ان الاكس مش بتساوي الواي فهنقول ان هي نوت ايكوال كده، خلاص. ممكن اللي احنا نستخدم النوت لوحدها، زي مثلا لو نوت اكس، خلاص، يعني نوت اكس يعني الفاليو مش اكس او اي حاجه تانية بقى او كده. برضو كل الكلام ده هنشوفه بعدين واحنا شغالين في الكونديشنز، بس اللي هو المفترض اللي احنا عارفينه في الاول، تمام كده. طيب الكونديشنز بقى، يعني ايه كونديشن؟ انا دلوقتي مثلا عايز اخد رقم اللي هي الاكس مثلا، هقول لو الاكس بتساوي 5 هيعمل برنت لحاجه معينه، ولو الاكس مش بتساوي 5 هيعمل برنت لحاجه تانية. هنعمل حاجه زي كده ازاي؟
احنا محتاجين حاجه اسمها كونديشن. طيب الكونديشن ديت اللي هي اف، لو ايه بقى الاكس مثلا بتساوي 5 هي سي اوت اوكي تمام. طيب لو الاكس بتساوي 5 هي سي اوت ايه اوكي، فاحنا ممكن مثلا نقول له هنا انت اكس بتساوي 5. عملنا ايه؟ عملنا ديكلاريشن للاكس. في جزئيه تانية برضو اللي هي فكره الديكلاريشن والانشاليزيشن. انا دلوقتي لما قلت كده يعني قلت انت اكس، فانا كده عملت لها ديكلاريشن بس تمام. لكن لو قلت اكس بتساوي 5 فانا كده عملت لها انشاليزيشن اللي هو اديتها قيمه مبدئيه. اي variable معانا بيبقى من، لو احنا ما عملناهوش الانيشاليزيشن بتبقى فيها garbage. الجاربج ده بيبقى ايه؟ بيبقى value في المكان بتاعه في الميموري من البرنامج كان شغال بيه قبل كده. يعني انا دلوقتي مثلا كنت شغال على برنامج، البرنامج دوت شغال واخد من الميموري وبيحط ارقام وحاجات غريبه كده، قفلت البرنامج، الارقام اللي كانت موجوده هتفضل زي ما هي في الميموري، فبالتالي جيت حطيت الاكس في المكان دوت في الميموري، فبالتالي الاكس بقت فيها ايه؟ بقت فيها الارقام او الحاجات اللي كانت موجوده قبل كده. طب انا عايز اخلص الجزئيه ديت او عايز ان انا اشيل الجاربج دي، هعمل ايه؟ هقوم استخدم على طول الانيشاليزيشن، فكده حطيت مكان الحاجات الغريبه ديت القيمه اللي انا عايزها اللي هي دلوقتي هتبقى ايه؟ 5 مثلا تمام. تمام لحد هنا شويه ولا ايه؟ هو محدش بيفتح المايك خالص؟ مكسلين طيب ولا مش عارفين؟ لا تمام. تمام. هي الصورة من دقيقتين مش ظاهرة. طب ظهرت ولا مش ظاهرة؟ والصوت برضو نفس القصة. حد لا تمام 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 طيب ماشي، يعني على اساس اللي هو تمام. دلوقتي احنا بنقول ايه تاني؟ قلنا ان الاكس بتساوي 5، فانا كده الصورة مش ظاهرة. طيب ممكن تانية طيب كده. طب كده ظاهرة؟ الصورة ظاهرة. تمام، في حد عنده مشكلة في الصورة؟ لا لسه برضه ما عندي مشكلة. لو حد عنده مشكلة يقول في الصوت أو في الصورة. الصورة لسه برضه عندي مشكلة فيها مش ظاهرة يا باشمهندس. طب هو كده ممكن يكون في مشكلة عندك في النت. طب أنا الصورة كانت ظاهرة عندي واختفت بعد ما أنت عملت اللي عملته. طب استنى عليها دقيقتين كده طيب، نشوف هترجع ولا مش هترجع. ظهرت؟ هي تمام واضحة عندي. طيب في حد لسه عنده مشكلة؟ الصورة كده مش طالعة خالص. طيب حاضر ثواني. كده تمام طيب؟ هي الصورة عندي واضحة تمام كده. كده كده تمام. تمام متأكدين؟ تمام تمام. ثانية واحدة. ماشي طيب، نرجع تاني بقى اللي كنا بنقوله. فكنا بنقول هنا اللي احنا لو قلنا انت اكس بتساوي 5 احنا كده عملنا ديكلاريشن وانيشاليزيشن للاكس. لما كده ديت ايه؟ ايكوال واحده اللي احنا بنساوي الفاليو. لكن لما جينا هنا قلنا في الاف ان الاكس بتساوي او ايكوال ايكوال الخمسه، فاحنا كده بنسال بنقول هل الاكس بتساوي 5 ولا لا. فلو هي بتساوي 5 هيعمل برنت او هي سي اوت اوكي. فتعالى كده نعمل ران، طلعت اوكي عادي تمام. لكن لو احنا جينا هنا مثلا قلنا ان ديت بي 6 هيحصل ايه؟ مش هيضع اي حاجه، عشان احنا مش عاملين له كونديشن تانية يعملها لو ان الاكس مش بتساوي 5. فاحنا ممكن نقول له الس هن سي اوت مثلا ايه نو. خلاص
يعني كده اهوت نو على طول خلاص. طيب في جزء تاني برضو في conditions اللي هي ان احنا لو الكونديشن بتاعتنا عبارة عن سطر واحد ممكن اللي احنا ما نحطش الكيرلي بريس ديت، لكن لو هي كذا سطر فاحنا محتاجين اللي احنا نحط الكيرلي بريس. تمام، يعني احنا لما كنا شغالين على سطر واحد كده قلنا سي اوت على طول تحت الالس، محتاجناش اللي احنا نعمل كيرلي بريس. لكن لو احنا هنعمل كذا سطر هنحتاج مثلا اللي هو نعمل سي اوت كده. تمام، في الحاله دي كده احنا محتاجين نعمل كيرلي بريس. ليه محتاجين يا باشمهندس؟ الشاشه مش ظاهره عندي. طب كانت ظاهره من شويه طيب ولا لا؟ هي ظاهره بس بلاش تقفل. طب اخرجي الخريطة تاني. لا بلاش حد يقفل ويدخل تاني عشان مش هيعرف يدخل. لا انا فتحتها دلوقتي. يدخل ويخرج تاني. ممكن نقفل السكرين بس. تمام ولا ايه؟ هيا يا شباب. تمام يا باشمهندس. تمام كده. طيب نرجع تاني هنا، فبنقول اللي انا لو في كذا حاجة تتعمل جوه الكونديشن نفسها هحطها جوه الكيرلي بريس. طيب ليه هنحطها جوه الكيرلي بريس؟ لان انا لو ما حطيتهاش في الكيرلي بريس فديت معناها ان الكونديشن هتنفذ اول جمله بس. تمام، يعني لو احنا شوفين يعني في الحاله دي كده هي سي اوت اوكي ودن في نفس الوقت. تمام، يعني تعالى كده اهوت نخليها خمسة تاني ونعمل رن. طبعا اوكي ودن على طول. لكن في الحاله الثانيه لو ما كانش في الكيرلي بريس فبالتالي هو هيطبع اول واحده بس. تمام، احنا ممكن نشيل الاس عشان هيعمل لنا ايرور دلوقتي اصلا. تمام كده ونعمل كده. لو الاكس بتساوي 5 فقام عمل ايه؟ طبع اوكي ودن. تمام، طيب لو احنا خليناها 6 انا بعزمك تاني الحته دي. تمام تاني. احنا قلنا هيطبع اول سطر بس. تمام، بص لو احنا ما حطيناش الكيرلي بريس. بص طب ماشي هقول لك اهو. انا دلوقتي شلت الكيرلي بريس. تمام، احنا في الاصل عايزين ايه؟ عايزين لو الاكس بتساوي 5 هيطبع الاوكي وهيطبع الدن الاثنين. الس هي سي اوت مش ده اللي احنا عايزينه يتعمل صح؟ تمام تمام، ده اللي احنا عايزينه يتعمل. انا هشيل الس دلوقتي بس عشان ايه؟ هيطلع لنا ايرور. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيبقى لوك بس. لا مش هيبقى لوك بس، ليه؟ ما احنا قلنا اللي هو هيعتبر في الحاله ديت كده ان اول سطر بس هو دلوقتي اللي تبع الكونديشن، يعني هيعتبر ان دي كده على بعضها. تمام تمام. والدن تبع البرنامج نفسه، هيكمل بقيه البرنامج عادي يعني في الاول هيتبع. ايوه ايوه، سواء كانت الاكس بخمسه او مش بخمسه. يعني تبع الكونديشن هتصير. يعني الاوكي هتبقى في الكونديشن بس. طيب يعني كده نشوف احنا دلوقتي عندنا الاكس بخمسه فالمفترض اللي هو هيطبع اوكي ودن. تمام؟ ايوه. هو كده طبع اوكي ودن. لو خليناها سته هيطبع دن بس. هيطبع دن بس. ليه؟ الكونديشن ما اتحققتش. تمام؟ الكونديشن نفسها اللي احنا عايزينها ديت ما اتحققتش. فبالتالي اول سطر اللي هو اللي تبع الكونديشن ما اتحققش، هيقوم محقق الباقي اللي هو اللي تبع البرنامج نفسه، يعني دي تعتبر كده. يعني دي بالظبط تعتبر كده. تمام؟ لو جينا بقى اللي احنا رجعناها زي ما كانت كده تمام ودقسنا هنا كده إلس اللي هو هي سي اوت نو مثلا. تمام، هيحصل ايه؟ هيطبع دن ونو. دن ونو مش هيشتغل، هيطلع ايرور. ليه هيطلع ايرور؟ عشان انا دلوقتي لازم احنا دلوقتي كده المفترض ان الكونديشن فين؟ الكونديشن اهيت صح؟ جت الجمله ديت في النص كده فصلت بينهم. هل ينفع الالس من غير اف؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش ان حاجه تفصل بين الاف والالس او الالس اف او اي حاجه. تمام، فبالتالي لو جينا اللي احنا نعمل ران هيقوم طالع ايرور الس من غير بريفيوس اف. تمام، فبالتالي برضو ما ينفعش اللي احنا ايه
ان احنا نعملها كده سطر كده من غير ال من غير كيرلي بريس. طيب احنا دلوقتي عايزين نشتغل على الكيرلي بريس ف كده اهوت كده كده الدنيا هتشتغل مظبوط. لو بستة هيقوم طابع نوم تمام، ولو خمسة هيقوم طابع اوكي ودن. خلاص كده النقطة ديت. فخدوا بالكوا امتى هنستخدم الكيرلي بريس وامتى مش هنستخدم الكيرلي بريس. طيب دلوقتي برضو في حاجة تانية، لو انا قلت له الاكس بتساوي خمسة وجيت هنا قلت له ستة تمام، المفروض اللي انا دلوقتي كده الاكس بكام؟ الاكس بستة صح؟ فانا بقول له لو الاكس بتساوي خمسة هيعمل الكلام دوت، يبقى هو المفترض المفترض الطبيعي اللي هو مش هيدخل فيها، يعني هيقوم طابعنه صح. ده اللي انت هتقوله اكيد. بس لا هو كده هيخش، كده هيخش في لوب بالظبط. هيخش لا ليه؟ اللي هيحصل هنا هيبقى يعني مختلف، هيطبع اوكو دون بالظبط. ليه بقى؟ عشان انا هنا قلت له هو هيبقى اوكو دون دي ايكوال واحده بالظبط كده. ايكوال واحده معناها ان انا بساويها جوه مش بساله لو هي بتساوي. ففي الحاله دي كده الاكس كانت بستة هتبقى دلوقتي الاكس بتساوي خمسة تمام. يعني تعالى كده اهوت اوكي ودون خلاص. لو جينا اللي احنا اصلا نعمل برنت هنا، يعني انا مش عايز اعمل برنت دي كده، هعمل برنت للاكس تمام ونشوف هتبقى قيمتها كام. تطلع خمسة. هتطلع خمسة. ليه؟ قيمتها اتغيرت خلاص. لكن في الحالة الأولى لو هي كانت ايكوال ايكوال فهي هنا بيسأل، لو هي بتساوي الخمسة هيطبع الاكس، إلس هيطبع نو تمام. فناخد بالنا هنا ايكوال ولا ايكوال ايكوال تمام كده النقطة ديت. تمام. هي ايه لازمة ايه بقى ليه؟ ايه لازمة اف وإلس يعني؟ ايه لازمة اف وإلس؟ ما هو انا قلت لك دلوقتي مثلا لو اخدت رقم تمام؟ نرجع تاني اللي كنا بنقول في الأول، لو قلنا اوكي كده تمام؟ انا دلوقتي عايز برنامج هياخد رقم خلاص كده؟ لو الرقم دوت كان بحاجة معينة هيطبع لي اوكي، لو غير كده هيطبع لي نو تمام. فنستخدمها ازاي؟ هنستخدم الكونديشنز اللي هي اف والس. هنقول اكس بتساوي الرقم دوت هيطبع اوكي، غير كده هيطبع نو. ده اللي استخدم فيها الكونديشنز، اللي هو اللي انا بعمل تشيك على حاجه معينه او بدور على حاجه معينه هينفذ فيها جمله معينه تمام كده. طيب انا دلوقتي مثلا لما جينا احنا نشتغل على ديت فقلنا ايه؟ قلنا اف ان الاكس بتساوي خمسة هي هي برنت الاوكي، إلس هي برنت نو. لو انا بدل ما اعمل ديت قمت عامل حاجه تانية خالص، قلت له اف ان الاكس نوت ايكوال خمسة تمام كده، هو هيعمل ايه؟ هيطبع نو. ليه؟ عشان هي بستة فيقوم طبعا نو. طب لو احنا كنا خليناها خمسة هيطبع اوكي صح؟ طيب هو مش دوت برضه اللي انا بسأل عليه، انا بسأل على حاجة تانية خالص. ايه هي؟ احنا في الأول شغالين اف ويلز تمام، يعني احنا لو جينا كده قلنا ان ديت إلس، فهو هيعمل ايه؟ هيدخل على الكونديشن ديت، هل الاكس بتساوي خمسة؟ هيسي اوت الاوكي وخلاص، ماليش دعوة بكل اللي تبع الاف، يعني مش هيدخل في الإلس اصلا، مش هيقراها تمام؟ يعني مش هيفكر حتى لو هو يعملها تشيك خلاص. ليه؟ لأن دي اتحققت خلاص. لكن في الحالة التانية لو احنا خليناها بعديها اف تانية فهو هيعمل تشيك، هو هيدخل في الكونديشن التاني الايه؟ هيدخل في الكونديشن التاني اللي هو اف التاني بالظبط كده. يعني هو هنا، هو هنا ديت اتحققت تمام. طيب وبعد كده هيدخل هيشوف ديت برضه اتحققت ولا لا، يعني هو بيمسك كونديشن كونديشن يشوف هي اتحققت ولا لا. لكن لو هي اف والس فهو بيشوف الكونديشن اتحققت، لو اتحققت مش هيشوف اللي بعدها خلاص. فدي بتفرق معانا واحنا شغالين برضو بعد كده، اللي هو انا عايز يعمل تشيك على كل الكونديشنز ولا هيعمل تشيك على حاجه واحده بس، لو اتحققت خلاص شكرا على كده مش عايز حاجه تاني ماشي. سواء بقى كنا اف والس او اف والس اف والس، يعني مش هتفرق معانا. يعني لو احنا مثلا هنا بنقول الالس اف كده اهو سوري كده، لو الاكس مثلا كانت اكبر من الخمسة وي هنا هتبقى إلت هي سي اوت نو
طيب احنا يعني ممكن نخليها منطقية شوية، ممكن نخليها هنا equal. تمام كده، لو هي بتساويها هي اللي هي equal، لو اكبر منها تبقى greater. تمام غير كده هيبقى less مثلا. تمام فهنيجي كده اللي احنا نعمل print، هي ال x بكام؟ بخمسة. هيعمل ايه؟ هيدخل على الكونديشن ديت بس، هي ال x بتساوي خمسة، هيعمل هيبرنت اللي هي equal ومش هيدخل على الباقي. هيقوم رايح بعد كده لبيت البرنامج بره، يعني ايا كان البرنامج نفسه فيه ايه بالظبط هيقوم شغال فيه. تمام طب لو هي متحققتش هيدخل على اللي بعدها، لو اتحققت هيعملها مش هيبص على اللي بعدها وهكذا. تمام لكن لو هي اف 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 يبقى هيدخل على كل واحده منهم هيشوفها بتتحقق ولا مش بتتحقق. خلاص ده بالنسبه للكونديشنز. طيب نيجي بقى اللي احنا نجرب نحل شويه. تمام اول حاجه المساله باينه ولا مش باينه؟ باينه. طب قبل ما نشوف المسائل في حد عنده سؤال؟ اه تمام. طب حد مش شايف حاجه او حد مش شايف حاجه؟ فرنت سؤال، هو انا لو حطيت، لو عندي كذا اف وبعد كده حطيت في الاخر else كده دي هتكون تبع اخر كونديشن؟ تاني معلش. انا مثلا عندي كذا اف تمام حاطط في الاخر الف، الالف دي هتكون تبع اخر اف انا حطوها صح؟ بالظبط. يعني انا دلوقتي مثلا لو كانت كده اهوت كده تمام، هو هيعمل ايه؟ هي دي اف اكس بتساوي 5 هي سي اوت ايكوال اف ان اكس اكبر من الخمسه هي برنت اللي هي جريتر الس، هي برنت اللي هي لس. هيعمل ايه؟ هيدخل على دي كده كونديشن اهيت اف ان الاكس بتساوي 5 هي سي اوت ايكوال. تمام طيب اتحققت هيدخل فيها هي برنت، ما اتحققتش مش هيدخل فيها، هيدخل في اللي بعدها اللي هي الاف. يعني هو كده هيدخل على الاف. تمام هيشوف لو هي اكبر من الخمسه هيحققها وملوش دعوه بالالس. طب لو مش بتحقق هيدخل على الالس على طول. تمام بمعنى تاني ان الالس ديت مرتبطه بالاف اللي قبلها، اي الس مرتبطه باقرب اف ليها. تمام والالس اف هتبقى مرتبطه باقرب اف ليها برضو. تمام كده. طيب طب السبيسز اللي قبل الالس مش بتاثر؟ اللي ايه؟ السبيسز اللي قبل الالس يعني سواء كانت هي تحت الاف الاولانيه او لا مش هتاثر؟ ال سي والسي بلس بلس مش زي البايثون ما بيفرقش معاهم السبيسز، كانت السبيس زي ما تعجبك براحتك عادي، بس الفكره كلها ان الالس تبقى مرتبطه باخر اف فيها ومفيش حاجه تفصلهم. يعني مثلا زي ما كنا بنتكلم كده لو انا عامل كذا جمله تحت الاف فاول واحده منهم بس اللي هتبقى تبع الكونديشن. تمام في الحاله ديت الجمل الباقيه هتبقى فاصله بين الاف والالس فمش هينفع. يعني اهم حاجه ان ديت ستيتمنت كامله على بعضها تبقى وراها على طول الالس، ما تبقاش في حاجه تفصل. تمام لكن لو فيها سبيس عادي، يعني ممكن اعمل سبيس براحتي من هنا للسنه اللي جايه مش هيقول لي لا، لكن اهم حاجه الكود نفسه ما يبقاش فيه حاجه فاصله. تمام طيب نشوف المسائل. الجزء بتاع قولي. طيب الجزء بتاع اللي هو يوزنج نيو سبيس اس دي طيب ماشي. انا في فانكشن في السي بلس بلس اسمها باور مثلا. تمام كده الفانكشن اللي اسمها باور ديت هتاخد البيز والباور وهتجيب لي الناتج. قمت انا عامل فانكشن بنفس الاسم بتاعها ديت انا اللي عاملها مش اللغه. تمام عايز استخدمهم بقى، هعرف منين انا عايز استخدم انهي واحد او الكومبايلر هيعرف منين انا هستخدم انهي واحده. فبالتالي بنستخدم ال using namespace std على اساس ان هي الكومبايلر نفسه بيزود لي او الكود بتاعي بيزود انفورميشن زياده لكل واحده منهم زي عنوان كده. تمام اللي هو بيبقى عارف عنوان ديت فين وعنوان ديت فين، فانا لما اجي انادي على واحده منهم هو اوتوماتيكلي بيبقى عارف انا عايز مين فيهم. خلاص يعني هقول لك يعني دي هنستخدمها لما نخش في الفانكشن صح؟ هي كده كده بتستخدمها على طول. يعني انت اقول لك حاجه، انا لو شلتها دلوقتي اصلا تمام وجيت اللي انا اعمل سي اوت مثلا لخمسه، خلاص كده عملت سي اوت لخمسه وجيت اعمل رن انا شلتها عملتها كومنت وجيت اللي انا اعمل بص كده قال لي ايرور سي اوت مش ديكليرد في السكوب دوت مش معروف. تمام لكن لو جيت انا اس تي دي كده كده بقت معروفه. حتى بص قال لي الفانكشنز اللي موجوده كلها.
جيت هنا كده انا عمل برنت للخمسة على طول. تمام ليه؟ لان انا هنا في الحالة ديت قلت له انا عايز السي اوت اللي موجودة في المكان دوت اللي موجودة في الاس تي دي. تمام فاهم حاجة؟ مش فاهم صح؟ انا دلوقتي كل فانكشن بتبقى ليها المكان بتاعها. تمام فانا لما اجي انا اعمل كل الفانكشن او لما اجي انادي على حاجه معينه هو الكومبايلر هيعرف منين انا عايز الحاجه دي من انهي مكان، يعني مكان الحاجه دي منين. فبالتالي اليوزنج نيم سبيس بتستبدل بقى الحته دي، يعني بدل ما اكتب std كولون كولون لا هو هي بتستبدلها على طول، يعني بيعمل سي اوت هي بتبقى بيحط الانفورميشن او بيحط اللوكيشن او بيحط الادرس بتاعه كده للمكان ده، وبيبقى عارف ان انا عايز السي اوت اللي في المكان الفلاني. وضحت؟ بمعنى تاني انا دلوقتي ممكن اللي انا كده انا عايز اللي انا اعمل انبوت. تمام يبقى هقول له ايه سي ان اكس مثلا خلاص، وهنيجي هنا هنعرف له انت اكس كده خلاص. لو جيت ان انت تشتغل مش هيبقى عارف السي ان ديت فين مكانها منين بالظبط ككومبايلر، ولا عارف السي اوت ديت مين بالظبط. تمام فلو انا جيت قلت له اس تي دي كده تمام، هو كده عارف ان انا عايز السي ان اللي موجوده في الاس تي دي اللي هي الستاندرد انبوت. تمام وهنا الاس تي دي برضه تمام، هقوم كده اهوت عامل رن هيقوم شغال عادي. هقول له مثلا 4 هيقوم عامل برنت سوري عشان انا عامل برنت للخمسه اصلا، هنعمل هنا برنت اكس. تمام فهنبعت له هنا 4 مثلا هيقوم مطلعها لي 4 عادي. تمام طيب انا دلوقتي مثلا لو انا عامل فانكشن ثانيه، يعني هنتكلم عن الفانكشنز بعدين، لو انا عامل مثلا حاجه زي دي كده انت بي تمام وي او هنخليها باور خلاص، وهنيجي اللي احنا نريتيرن مثلا اي حاجه مثلا، يعني ده مثال مش اكتر. تمام هو دلوقتي بقى هيعرف منين اللي انا عايز استخدم انهي باور، يعني انا لو جيت قلت له باور كده فانكشن الباور اللي انا عاملها تمام اللي هي تاخد اكس، فانكشن تانية اللي هي لو احنا عملنا مثلا هاش انكلود للريست. طب بصوا يعني دوت حوار كبير شوية ممكن نبقى نقوله في الفانكشنز عشان محدش خلاص، بس عامة يعني اليوزنج نيم سبيس زي ما قلنا اللي هي بتحدد انا عايز اخد الحاجة ديت من انهي مكان بالظبط. تمام يعني من الحاجة دي انا عاملها ولا حاجة مثلا في دايركتوري معين في الهيدر فايلز او كده. خلاص نبدأ حل تاني بقى عشان الناس ما تتوهش مننا. طيب دوت اول سؤال واضح ايوه تمام. طيب لما نيجي ان احنا نتعامل ده كود فورسز عامه يعني تمام، لما نيجي احنا نتعامل مع اي مساله بنشوف كذا حاجه. اول حاجه خالص بنشوفها اللي هو التايم ليميت، التايم ليميت بتاعي قد ايه بالظبط. تمام ليه؟ انا دلوقتي مثلا التايم ليميت للتست الواحد ثانيه، لو هو ربع ثانية فبالتالي انا كده التايم بتاعي قليل جدا، فانا محتاج ان انا اعمل كود ما ياخدش وقت. يعني احنا عارفين ان انا اي كود بعمله بيبقى واخد حاجة بياخد حاجتين التايم والميموري، فاللي احنا بندور عليه دايما بيبقى اقل تايم واقل ميموري في الكود. حلو فبالتالي برضو الميموري مين اللي بيتحكم فيها؟ الفاريبلز اللي انا عاملها الريكيرجن لو انا شغال على ريكيرجن مثلا او الحاجة دي كلها. التايم بيحددوا لو انا عامل لوس كبيره او عامل كود بياخد يعني لفات كتير او كده. تمام فدايما احنا بندور على اقل تايم واقل ميموري. فلما اقول ان التايم بتاعي 1 سكند فديت معناها يعني دوت وقت معقول شويه، لما اقول اللي هو ربع ثانيه للتست فديت معناها ان انت هتبعد عن اي حاجه هتاخد وقت. تمام معناها ان انت ابعد عن اي حاجه ممكن تاخد وقت كبير منك. تاني نقطه اللي هي الميموري. تمام الميموري عامه بتبقى يعني غالبا في اخر المسائل بتبقى 256 جيجا بايت، ممكن في بعض المسائل تلاقيها 64، فدي برضه معناها ان انت تدور على حاجات ما تاخدش ميموري كتير. واضح النقطتين دولت؟ يبقى اول حاجه نركز عليها في المساله التايم، تاني حاجه الميموري، تالت حاجه الانبوت والاوتبوت. تمام يعني الستاندرد انبوت والستاندرد اوتبوت اللي هو من الكيبورد والسكرين عادي، وديت يعني هتفضلوا شغالين عليها كده لحد يعني لا لحد ما نقول لكم. تمام عامه اي مساله هتلاقيها تبقى ستاندرد انبوت وستاندرد اوتبوت.
طيب الحاجه الثالثه بقى اللي احنا هنشوفها الكونسترينز بتاعتنا او الشرط بتاع الفاريبلز. يعني مثلا عندي هنا بيقول ان الانبوت هيبقى 1 لاين كونتينج فور سيبريتد نمبرز اي بي سي دي، الاي والبي والسي والدي من 10 من سالب 10 اس 5 ل 10 اس 5. طيب ديت الفاليو اللي هتبقى موجوده في الفاريبل دوت، تمام كده؟ الفاليو اللي هتبقى موجوده في الاي او البي او السي او دي من سالب 10 اس 5 ل 10 اس 5. طيب الكونسترينز بتحدد لي ايه بالظبط؟ بتحدد لي انا هشتغل على داتا تايب نوعه ايه. يعني انا دلوقتي مثلا 10 اس 5 ديت، هل انا ممكن ان انا اشتغل على شورت ولا انتجر ولا لونج؟ لونج لا مش محتاج لونج لونج، مش محتاج لونج لونج. لونج هي اصلا الانتجر اخره 10 اس 9، تمام؟ فانا الحدود بتاعتي اقل من الانتجر اصلا، فانا ممكن ان انا استخدم انتجر، ممكن ان احنا نستخدم شورت، نستخدم شورت، تمام؟ بس الاحسن يعني خلينا شغالين على انتجر هنا، يعني خلينا في الشورت للارقام الصغيره قوي. يعني لو ارقام تحت ال 10000 مثلا ممكن نشتغل على على الشورت، تمام؟ طيب يبقى احنا دلوقتي تاني قلنا الانبوت، هنقول اول حاجه التايم ليميت، تاني حاجه الميموري، تالت حاجه الانبوت والاوتبوت، وديت غالبا هتبقى ستاندرد انبوت وستاندرد اوتبوت، وتالت حاجه الكونسترينز بتاعتنا. ليه؟ لان انا لو قلت لك مثلا 10 اس 18 في الحالة دي هينفع تشتغل على انتجر؟ مش هينفع، يبقى انت هتشتغل على لونج لونج، تمام؟ يبقى هناخد بالنا من الحاجات ديت. طيب نرجع للمسألة بقى، هو دلوقتي بيقول لي ايه؟ given four numbers a b c and d print a result للإكويشن ديت، ال x بتساوي a في ال b ناقص ال c في ال d. طيب انا دلوقتي المطلوب بالظبط في عندي input اللي هو ال a b c d user، وهعمل برنت للاوبريشن ديت اللي هي مضروب الاي في البي ناقص مضروب السي في الدي. قال لي الاوتبوت هيبقى ايه؟ برنت ديفرنس بتساوي الناتج دوت من غير الكود. طيب واحده واحده كده هنعملها ازاي؟ هنيجي اول حاجه هنعرف ثلاثه فاريبل او اربعه فاريبل سوري اللي هما الاي والبي والسي والدي. طيب احنا قلنا ان احنا نخليهم انتجر ولا لونج لونج؟ انتجر، تمام. يبقى هنقول int a وال b وال c وال d، تمام؟ وهنعمل لهم scan من اليوزر، يبقى cn لل a سوري لل b لل c لل d، تمام؟ طيب وبعدين دلوقتي بقى هو عايز يعمل ايه بالظبط؟ عايز يعمل print ل difference بتساوي الناتج بتاع العملية دي، صح؟ طيب هل احنا محتاجين ان احنا نعمل فاريبل كمان اللي هو الاكس عشان نحط فيه الناتج، ولا ممكن ان احنا نعمل برنت ليها على طول؟ ممكن نعمل برنت ليها على طول بالظبط. انا مش محتاج ان انا اعمل فاريبل كمان، مش هحتاجه بعد كده، تمام؟ طيب مش هحتاج الفاريبل دوت تاني، فهنعمل ايه؟ هنعمل برنت على طول. يبقى سي اوت كده المايك تمام اهو كده difference بتساوي، وهنعمل print لمين؟ ال a في ال b ناقص ال c في ال c في ال d، تمام كده؟ ناخد بالنا من حاجة ان ال input وال output لازم يبقوا زي ما هو مكتوب بالظبط. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا difference ديت مثلا اكتبها دي small، ولا ينفع ان انا اشيل ال spaces اللي هنا، تمام؟ فهو لازم ال input وال output يبقوا زي ما هو محدد لي بالظبط، تمام؟ مش هيفرق معايا اسماء الفاريبلز، يعني في الانبوت مش بيفرق معايا اسماء الفاريبلز ايه بالظبط، بس يفرق معايا اللي هم نفس العدد، او اللي هو لما هيعمل هيطلع لي نفس الاوتبوت بالظبط، مش هيختلف اي حاجه في الاوتبوت بتاعه، تمام؟ نيجي مثلا احنا نجربها، فبنقول ان اول واحد 1 2 3 4 هيطلع لنا الديفرنس سالب 10، تمام؟ تعالى كده اهوت الديفرنس سالب 10 طلعت مظبوطه، تمام؟ طيب لو جينا مثلا اللي هو التاني، احنا نجرب كل الكيسز اللي موجوده بحيث اللي هو نبقى متاكدين ان مفيش حاجه غلط، تمام؟ قال لنا difference سالب 14، تمام؟ اعتقد ان هي مظبوطه، تمام؟ سالب 14 اخر واحده هتطلع لنا 14،
يبقى كده احنا الكود بتاعنا مظبوط. نقدر دلوقتي ان احنا نعمل ايه؟ اللي احنا نعمل له سبميت. خلاص؟ طيب قبل ما سبميت الكود اتاكدوا ان الاوتبوت بيطلع زي ما هو بنفس البيس بنفس كل حاجه عشان ما يجيلكش هوم لانسر و تحبط او مثلا تفتكر ان انت مش عارف تحل المساله وهكذا. تمام؟ في نقطة ثانية برضو قبل ما تعمل سبميت اتأكد ان انت عامل الرن والكود شغال عشان ما يجيلكش كومبيليشن ايرور. يعني انا دلوقتي مثلا لو السيمي كولون ديت تمام عملت رن هو مش هيشتغل اصلا يعني في سينتكس ايرور هنا تمام. فلو انت جيت بقى اخدت الكود ده وعملت له سبميت هيطلع لك كومبيليشن ايرور اللي هو اصلا ما دخلش في تست كيسز. فيعني مش مستاهل ان انت تدخل في كومبيليشن ايرور يعني خليك في الرونج انسر احسن تمام. شيء نيجي نكوبي الكود ونيجي احنا نعمل له سميت. بس اه طيب احنا في حاجه بس الاول قبل ما نعمل سميت ايه هي؟ احنا قايلين ان البدايه والنهايه بتاعتنا 10 اس 5 و سالب 10 اس 5 تمام. طيب لو جيت ان انا اضرب بقى 10 اس 5 في 10 اس 5 يعني اللي هي الباد كيس هيحصل ايه؟ ايه لو جينا الارقام اللي لنا 10 اس 5 و 10 اس 5 و 10 اس 5 و 10 اس 5 تمام. لما نيجي نضرب الارقام ديت في بعضها يعني لما نيجي نضرب ال 5 في 10 اس 5 هيطلع لنا ايه؟ هيطلع رقم كبير على انت بالظبط. في الحاله دي احنا محتاجين تمام. ممكن نخليهم هم نفسهم لونج لونج وممكن اللي احنا نعمل حاجه اسمها كوستنج لونج لونج تمام. نعمل مين؟ نخليهم هنا نخليها لونج لونج هنا على طول خلاص. فكده الارقام نفسها بقت لونج لونج. او ممكن بدل ما نعمل كده ممكن اللي احنا نيجي هنا الكوستن بتاع الناتج دوت هيبقى كده تبقى ديت لونج لونج اللي هو اللي انا بقوله ان الناتج اللي هياخد اللي هاخده من من علامه الضرب ديت هيبقى لونج لونج فيتخزن في حاجه كبيره. وهنا هتبقى برضو ناقص دوت هيبقى لونج لونج تمام. واضح النقطه دي؟ تمام. واضحة النقطة ديت يا شباب؟ تاني أنا دلوقتي معايا الـ A والـ B ممكن اللي هما تبقى الأرقام أكبر من الـ يعني لما أضربهم اللي هما 10 أس 5 في 10 أس 5 هيطلع لي رقم أكبر من الانتجر اللي ممكن يستحمله صح؟ يبقى في الحالة ديت احنا ممكن نعمل ايه؟ وده من حاجة من الاتنين، يا إما احنا نخلي الأرقام نفسها لونج لونج يا اما نخلي نعمل حاجه اسمها كاستنج اللي هي تبقى لونج لونج لمين؟ للناتج بتاع الضرب تمام. اللي هو لما انا هضرب رقم كبير في رقم كبير هيتخزن في لونج لونج وهطرحه برضو من دوت فهيبقى نفس الايه الكلام خلاص. فبالتالي هنا هحافظ على الناتج او الرقم اللي معايا. وضحت؟ هو الشكل بدأ افضل من الاول انا حجزت حاجه كبيره بالظبط. انا هنا يعني انا في الحاله دي كده انا خليتهم انتجر عادي الطبيعي بتاعهم وعملت بس كاستنج للناتج اللي هيطلع لي. لكن في الحاله الاولى هبقى بحجز اماكن على الفاضي وبقى بحجز سايز على الفاضي تمام. فلو جينا مثلا نخليهم 1 2 3 4 هيطلع لنا سالب 10 ودي هتبقى تمام زي هي مفيش مشاكل يعني. طيب نعمل ران بقى نعمل سميت. بنيجي جنب المساله في اللي هو سميت كود فوق اهي تمام. يعني في كلمه بروبلمز وفي سميت كود فبندوس على سميت كود وبنحدد المساله هي متحدده اصلا ونيجي نعمل سميت. رونج انسر. طيب ليه رونج انسر؟ في حاجه غلط. لا
قولوا ايه الغلط. لا ممكن نعمل الاول ماشي كده بنشوف. طيب انتوا فاهمين احنا بنعمل ايه اصلا؟ اكسبت. تمام اهو اكسبت. طب ممكن نرجع بقى تاني نعملها لونج لونج زي ما كنا عاملين في الاول. تمام بس في حاجه كده. تمام ايه هي؟ هنعدل حاجه في اللونج لونج. نعمل لونج لونج على كواس كتيره يعني لو مش مرة حط الإكواجن كلها في أكواد بعد كده لونج كاستنج على كل المكان. طيب هو احنا دلوقتي في حاجة احنا المفترض ان انا لما اجي اضرب انتجر في انتجر هيديني انتجر، لو جيت اقسم انتجر على انتجر هيديني انتجر مهما كان الحاجة اللي انا مخزنهم فيها. تمام يعني انا دلوقتي مثلا لو قلت ال A في ال B مش ال A انتجر وال B انتجر صح؟ طيب لو قلت انتجر في انتجر هيديني ايه؟ انتجر. هيديني انتجر، انا حاططهم في لونج لونج بس ماليش دعوه مش هيفرق معايا. تمام؟ فبالتالي احنا هنعمل لهم هنا الكاستنج ليهم هم نفسهم. يعني هنعمل كاستنج لكل فاريبل منهم لوحده. لكل فاريبل لوحده اللي هو يبقى لونج لونج. تمام. تمام؟ يعني لو جينا احنا نعمل كده. اهوت. بس وين اللي احنا نعمل تاني؟ 1 2 3 4 هيطلع اللي احنا نعمل. معلش ثواني بس ينفع سؤال؟ اتفضل. هو لو انا قلت ان انا خليتها لونج لونج في البدايه خالص من غير ما ادخلهم في الاكواس، طب ما كده كده هتبقى اصلا طالع كبر اتضرب في لونج لونج. لونج لونج لا تاني معلش، انت لما احنا كنا عاملينه في الاول اصلا خالص اللي هي اللونج لونج هنا صح؟ كنا عاملين دي كده لونج. لا تمام انا بتكلم تحت في السي اوت. في السي اوت يعني خلي الثاني كده عادي. تمام هو ما كانش لونج انت بتعمل الليناتك تخزين في لونج لونج، فهو اصلا انتجر في انتجر في انتجر عشان هو انت عارف في الاول انتجر بالظبط. تمام 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 يعني احنا عاملين في الاول اللي هم انتجر بس عاملين هنا الكاستنج ليهم اللي هم لونج لونج بحيث ان كل الرقم لونج لونج لما هيضرب في لونج لونج هيقوم مطلع لي لونج لونج عادي. تمام تمام بس هو كده لو كنت اشتغلت تاني هعرفه عادي كانه انتجر وهي انا لونج لونج في الحاله دي بس صح كده؟ لو جيت الناس استخدمه بعد كده في حته تانية هو هيبقى انتجر عادي لكن هو هنا لونج لونج في الحته دي بس. تمام يعني نعمل سماعه كده اكسبتد برضه. طيب عرفنا المشكله كانت في ايه بالظبط. تمام تمام شكرا. ما هو تاني انا دلوقتي لو ضربت انتجر في انتجر هيديني انتجر ايا كان اللي هم متخزنين فيه ايا كان الحاجه اللي متخزنه فيها انتجر في انتجر هيديني انتجر. تمام فلو احنا قلنا الـ A في الـ B كانتجرز هنضربهم في بعضهم وخزناهم في لونج لونج هما برضه الناتج هيبقى انتجر فبالتالي بنخليهم لونج لونج او ممكن نخلي واحد منهم لونج لونج. ليه؟ لان انا لو معايا انتجر في لونج لونج هيديني لونج لونج طيب يعني مش محتاج ان انا اخلي لونج لونج للـ A ولونج لونج للـ B لا ممكن تبقى واحد بس منهم لونج لونج. تمام طيب يعني هقول لكم حته كده بصوا لو جينا اللي هو انت اكس انت اكس بتساوي 5 والفلوت واي بتساوي 4.5 لما نيجي اللي احنا نجمع الاثنين تمام كده لما نيجي اللي احنا نجمع الاثنين وعايزين نعمل برنت للناتج دوت
هنعمله في ايه بالظبط؟ هنجمعهم في ايه؟ انا معايا انتجر ومعايا فلوت. لما اجي اجمعهم لما اجي اجمعهم هيحطهم في ايه؟ في فلوت. هنجمعهم في فلوت برضه. صح كده؟ فلوت بتساوي الاكس زائد الايه؟ الواي. صح. بعد كده هعمل برنت الدوت. ليه؟ لان انا عندي الانتجر زائد الفلوت هيديني ايه؟ الاكبر اللي هو الفلوت. تمام؟ يعني نيجي نعمل ران كده. تبقى هنا 9.5 مظبوط؟ فدايما دايما لو معايا حاجتين او اتنين ديت تايب زي بعضهم الناتج بتاعهم هيبقى هو الديت تايب دوت مهما انا عملت كاستنج لاي حاجه تانية. لو معايا اتنين مختلفين يعني لو اتنين ديت تايب مختلفين هياخد الاكبر يعني يتخزنوا في الاكبر. تمام؟ لو جيت مثلا نعمل حاجه تانية ماشي. نقول مثلا ان اكس واي تمام وديت 4 وديت 4 تمام. عايزين هنا اللي احنا هنقول مثلا ان ديت دي بتساوي الاكس على الواي. تمام؟ المفروض ان الناتج هتطلع ايه؟ هنخليها انت سوري. هنبدا بيها كده اللي هي انت دي بتساوي اكس على الواي. المفروض ان 5 على 4 هيطلع لنا كام؟ هو قول هيطلع كده واحد هيطلع واحد مش انتجر. ايوه واحد وشور بس انت حاجات معانا دي انتجر واحد. تمام. هو مش عشان انا معرف الدي انتجر على فكره يعني انا لو عملتها فلوت هو انت كده ما وصلتلكش الفكره اللي احنا بنقولها برضه لان انت قلت كده في ما وصلتلكش طلعت واحد عشان بقسم انتجر على انتجر بالظبط اللي هو انت معاك انتجر على انتجر. فمهما حطيت ديت ان شاء الله لو عملتها ايه لو عملتها دبل حتى هيطلع واحد برضو لان انت بتقسم انتجر على انتجر. تمام؟ فلازم نخلي واحد من الاثنين فلوت يعني لازم يبقى واحد من الاثنين على الاقل يبقى فلوت. وطبعا لازم دوت هنا تبقى فلوت يعني انت مش هتحط لي بقى انتجر يعني انت هتخلي ديت فلوت على انتجر هيديني فلوت هيتخزن في انتجر برضو. طب انت استفدت ايه؟ فاهم؟ فلو انت هتخلي واحد منهم فلوت عشان يبقى فلوت على انتجر هيديني فلوت والناتج نفسه يبقى فلوت في فلوت كده هيطلع واحد وربع. تمام؟ لو عملتها يعني لو عملت الناتج بتاعك في انتجر هيطلع بواحد واحد. تمام؟ ان انت قسمت فلوت على انتجر هيطلع لك فلوت بس هيتخزن في انتجر برضه. خلاص. طيب طيب احنا عملنا كاستنج للفلوت يعني عملنا كاستنج للاكس ولا عملنا كاستنج للواي؟ لا مش هيفرق معايا خالص. المهم اللي هو واحد منهم هيتعمل له كاستنج. تمام؟ طب اشمعنى؟ نعم. هو هل ممكن ان انا قسمت فلوت بس هتخزنه في انتجر يعني ازاي؟ تاني يعني مش ممكن ان الفلوت ده يعني يبقى رقم اكبر من مساحه بتاعه الانتجر. فلوت ممكن يبقى رقم اكبر من مساحه الانتجر. طيب ازاي واحنا قلنا اصلا ان الفلوت 4 بايت والانتجر برضو 4 بايت زيه. تمام. الفرق بين الانتجر والفلوت مش في السايز، لا الفرق بينهم ان واحد منهم بياخد رقم صحيح والتاني بياخد رقم 10 يعني ياخد 10 والتاني لا. يعني انا ممكن اصلا في الطبيعي يعني ممكن بدل ما استخدم الانتجر ممكن استخدم الفلوت في الطبيعي عادي جدا. تمام. بس الافضل ان انا هحط انتجر يبقى هيتخزن في انتجر هحط ارقام عشريه هتتخزن في مكان يتحط فيه ارقام عشريه يعني. بس فهو طب قبل ما اعرض قولي لو انا مش عامل كاستنج كان هيبقى برضه الكود اكسبتد ولا ما كانش هيرضى؟ في انهي حاله بالظبط؟ لو انا ضربت 10 و5 يعني الباكت كانت كبيره وكده فعملت كاستنج لونج بالظبط. قصدك ايه؟
لا لكل كل حاجه ما عملتش كاستنج لكل تمام ماشي كده صح تمام كان الكود هيبقى اكسبتد برضو اللي عملتها اكسبتد لو عملتها كده اكسبتد هو اجاب اكسبتد فعلا لا لو انا ما عملتش كاستنج لا لو ما عملتش كاستنج هو انتجر لا ليه احنا هنضرب انتجر في انتجر هيدينا انتجر فلو الرقم يعني ضرب الانتجر في الانتجر دوت لو هو 10 اس 5 في 10 اس 5 هيدينا رقم اكبر من الانتجر اصلا رقم اكبر من 10 اس 9 فبالتالي هيحصل حاجه اسمها اوفر فلو تمام اللي هو بيعدي الليميت بتاع السايز بتاعه فممكن يطلع لنا ارقام سالبه بقى او ارقام غلط او كده واضح ليه طيب ماشي يعني هنعتبر اللي هو واضح بما ان مفيش حد بيسأل تقريبا يعني وصوت صوتي كده باين يا جدعان بعد اذنكم يعني طيب ماشي ندخل على السؤال اللي بعده معانا دلوقتي السؤال دوت بيقول ايه طبعا اول حاجه برده قلنا ان احنا نشوف التايم ليميت فهو ثانيه والميموري ليميت 256 والانبوت والاوتبوت الستاندرد عادي نشوف المساله معانا نمبر ان تمام كده اللي هو الكود بتاع الكود نمبر بتاع كتاب خلاص فبيقول لنا احنا هنبرنت الديستنيشن اكوردنج للتيبل دوت يعني هنقول اللي هو هيدخل رقم معين او هيدخل الان واحنا هنقول الان ديت بتشاور على ايه بالظبط في الحاجات اللي قدامنا فلو هي مثلا 61 هنقول له اللي هو ارت كمبيوتر بروجرامنج لو هي 71 هنقول له الانترودكشن للالجوريزم لو 11 هتبقى كومبتيتيف بروجرامنج لو 29 هتبقى بروجرامنج اتش ار هنعمل حاجه زي هو في حاجه برضو اللي هو بيقول لنا لو ما لقيناش الرقم من الارقام ديت هنقول اللي هو نوت فاوند نستخدم الاف وكسف بالظبط تمام كده طيب برضه ممكن تعدي نمشي كده احنا في الـ problem solving عامه بنستخدم الاف كونديشنز اكتر من السويتش ده لو احتاجنا ان احنا نستخدم السويتش اصلا تمام يعني بيبقى الاف اسهل بكتير قوي معانا من السويتش تمام طيب برضو قبل ما نبدأ هنشوف الـ constraints بتاعتنا الـ n من 1 ل 100 ها يبقى هنستخدم ايه شورت او انتجر هنستخدم شورت بقى هنا خلاص يعني هنا الرقم صغير قوي مش مستاهل اللي احنا نخليها انتجر تمام فهنقول له شورت n تمام وهنعمل سكان لمين الـ n ديت خلاص بعد كده هنقول له اف ان ال ان كانت بتساوي كده سؤال صح لو ال ان بتساوي ال 61 هتطبع له اللي هي ال art of programming كده اهو على طول كوبي لو هي 61 هي سي اوت طيب ال سيف ان هي كانت بكام ب 71 هيقول له الانترودكشن للالجوريزم لو الان تساوي ال 71 هي سي اوت طب على فكره انا نسيت السيمي كولون هنا ومحدش فكر انتوا مش مركزين خالص انتوا مش مركزين صح هو ده مش مركزين فعلا هنا لو هي 11 كده تمام سوري
الجوريزم لا مش الجوريزم هي هتبقى بروجرامينج صح. طب انتوا فاهمين احنا بنعمل ايه؟ طب في حاجه مش واضحه؟ ولو هي 29 هتبقى كده. وفي اخر حاجة تمام. وفي الاخر خالص بنقول له ايه لو ده بقى مش بيتحقق هي سي اوت المايك يا جماعة يا ريت يعني غير كده هيقول له نوت فاوند. وباكد تاني اللي احنا ناخد بالنا من الكابتن من السمول في الاوتبوت عشان ما يحصلوش مشكلة تمام. هنجي مايك يا شباب لو سمحت. قال لنا كومبتيتيف بروجرامينج وي خرج كده الدنيا تمام مظبوطه. لو دخلنا 23 هيقول لنا نوت فاوند تمام. تعالى نعمل سبميت ونشوف هيشتغل معانا ولا لا. تمام اكسبتد معانا اهوت يا شباب تمام. واضحه ولا مش واضحه؟ تمام طيب. في حد عنده حد دلوقتي؟ في حد عنده سؤال على حاجة لحد دلوقتي؟ تمام طيب معانا دلوقتي السؤال دوت first digit تمام. مبدئياً كده first digit اللي هو أول رقم من الشمال تمام. أول رقم من الشمال واللاست digit أول رقم من اليمين تمام. فأول حاجة كده بنشوف التايم ليميت اللي هنا 25 من 100 والميموري 64 والانبوت والاوتبوت ستاندرد ستاندرد. طيب احنا ناخد بالنا بقى دلوقتي ان هي ايه يعني ان التايم والميموري قليلين جدا فاحنا محتاجين اقل ميموري واقل تايم تمام. طيب السؤال بتاعنا بيقول لنا معانا ار نمبر اكس تمام كده هناخد رقم اكس هنبرنت ايفن لو الفيرست ديجيت اوف الاكس از ايفن نمبر اذروايز هنبرنت اللي هو اود تمام كده. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي عندنا 4569 اول ديجيت خالص اللي هو كام؟ 4. الأربعة ديت اود ولا ايفن؟ ايفن يبقى كده هنطبع له اللي هي ايفن. طيب هنا ديت اول ديجيت فيه كام؟ 3 صح؟ يبقى هنبرنت اللي هو ايه؟ اللي هو اود تمام. طيب بيقول لنا ان الانبوت بتاعنا اكس هتبقى من 9999 ل 9999 شورت. ايه؟ طب ما هو ممكن تبقى شورت صح ولا ايه؟ ما هو كده كده الشورت 2 بايت ممكن اعملها شورت وبعد كده تحت الفاليو ممكن عادي تمام. بس احنا مش معلش انا عايزك تقول الشورت الكم بتاعتها لغايه كام؟ الشورت 2 بايت احسب ال 2 بايت هتبقى الفاليو بتاعتها لحد كام؟ بس تمام تمام. طيب احنا دلوقتي كده هنشتغلها شورت وهنعمل لها تحت لو احنا احتاجنا هنعمل لها كاستنج للانتجر مثلا تمام. طيب الفكره بقى دلوقتي احنا اصلا هنوصل ازاي للديجيت ده الفيرست ديجيت احنا دلوقتي طيب ثانيه واحده كده احنا هناخد الان تمام اهوت قلنا شورت ان وخدنا الان. طيب هنيجي بقى اللي احنا دلوقتي مثلا معانا رقم زي دوت كده كده عايزين احنا نشتغل عليه خلاص عايزين نجيب الفيرست ديجيت هنجيب الريميندر. طب الريميندر كام مره ولا هنجيبه ازاي اصلا؟ طيب مودلس 10 كده هناخد اول ديجيت بس او يعني اللي هو الاربعه
وبعدها نقسم على 10 وهكذا لغايه ما نوصل ان هو مش بيساوي 0. حلو، انت كده تشتغل لوب. انت كده تشتغل لوب. لا هو لوب وقيت ان هو مش بيساوي 0. انا بقول لك التايم هو لوب الكونديشن اللي هو لوب. انت معاكش تايم كده، التايم بتاعك قليل. لا ما هو اصلا اكبر عدد عندي 9999، يعني اخر لوب هتيجي باربع ارقام بس، اربع لفات بس. بالظبط تمام. بس احنا ممكن نعمل حاجه ثانيه اصلا. ايه هي؟ انا بقول لك ان انت لو ترجع كده تاني للسؤال، بقول لك ان اول رقم هيبقى اكبر من 999 واكبر رقم هيبقى 9999. يعني انت كده شغال على ايه؟ على 4 ديجيت. ايوه على 4. تمام. يبقى انت عايز الديجيت الاول دوت، يبقى ممكن تعمل ايه؟ تبقى مدرس 1000 على طول صح؟ ايوه. ولا تبقى مدرس ايه بقى؟ انا هاخد اول رقم على الشمال اسمها الايه؟ يعني اخد اول ديجيت في ال اللي هيدخلوني. طب هو ده اللي احنا عايزين نوصل صح؟ احنا هنعمل مدرس 10 تقريبا، مش عارف بس الرقم على طول. طب احنا لو جبنا مدرس، يعني لو جبنا مدرس 10 هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا الاربعه صح؟ طب لو مدرس لو مدرس 100 يطلع لنا ايه؟ 94. 94 صح. يبقى احنا هل ده هيفيدنا ولا مش هيفيدنا اللي احنا نشتغل بالمدرس؟ يا ريت عشان مش شايفين كده باين. ماشي. ها هنشتغل مدرس بس. هيا شباب، طيب ماشي. انا هقول بما انكم مش عايزين تقولوا، احنا دلوقتي دي مدرس 10 صح؟ كان في حد بيتكلم. اه مفيش حد بيتكلم. هنضرب في واحد من 1000 ده عشان ناخد ايه؟ عشان طب هو صوته وحش قوي. هو بيتكلم حضرتك سامع؟ لا هو بيقول ان هو يميز على 1000 فهيبقى 7 وكل الارقام دي هتكون بعد العام العشرية، فانا هنقدر انتجر. يعني هو بيقول ان احنا نجيب المدرس 1000 وبعد كده لا اسم عادية. طيب بص يا شباب، بص احنا بس لو احنا قلنا مثلا ان الاكس بتساوي السبعة أربعة ولا إيه؟ ولا صح اللي هي؟ أنا مش سامعه. بالظبط كده، اللي هو اللي احنا نشتغلها بالاسم مش بالمدرس. تمام؟ ليه؟ انا دلوقتي لو قلت الرقم دوت على العشرة فكده هيتبقى لي كام؟ هيبقى 789 صح؟ يبقى احنا كده كده احنا شغالين على 4 ديجيت، فاحنا هنقسم على ال1000 بحيث ان انا هخلص من اول 3 ارقام وهيتبقى لي الديجيت الاخير صح؟ طيب نعمل الكونديشنز بتاعتنا على طول بقى. احنا بنقول له ايه؟ لو الديجيت الاول دوت كان ايفن هيطبع لنا اللي هو اود، غير كده هيطبع لنا اللي هو لو هو ايفن قصدي هيطبع لنا اللي هو ايفن، لو اود هيطبع لنا اللي هو اود. طب هنعملها ازاي؟ يبقى اف. طب احنا عايزين هنا بقى، يعني اول حاجه هنجيب الديجيت، تاني حاجه هنشوفه مدرس الاثنين بزير ولا لا صح؟ مش ده اللي احنا تمام. طب محتاجين ان احنا نعمل فاريبل جديد ولا لا؟ مش محتاجين نعمل فاريبل جديد. احنا ممكن نخلص الاوبريشن بتاعتنا ديت اللي هي ان
على الألف تمام مودلس الاثنين تساوي زيرو هي سي اوت اللي هو ايفن تمام else هي برنت اللي هو اود صح كده هي اود وهي تقريبا كلهم كانت حروف تمام ماشي صح كده كويس الناس المركزة even odd تمام فاحنا كده محتاجناش اللي احنا نعمل variable جديد عشان نخلص في الoperation فكده هو variable واحد short تمام مفيش loops مش هناخد time كبير والدنيا تمام تمام كده نيجي اللي احنا نعمل run كده مثلا ونشوف الارقام اللي معانا 4 5 6 9 هيطلع لنا اللي هو even ولو طلع عود تمام طيب نشوف فرق ايه طب فاهمين ولا مش فاهمين انا قبل ما سميت تمام لو حد مش فاهم تمام ماشي نعمل سميت ونشوف accepted تمام طيب لو احنا كنا عملناها باللوبس ما كانش ليه اللزوم اللي احنا نشتغل باللوبس خالص يعني ما كانش محتاج ان احنا نشتغل باللوبس ونفضل احنا نجيب الاسم والمدرس ونعمل اوبريشنز اكتر في تايم اللي هو اصلا يعني ربع ثانية يعني التايم بتاعنا ربع ثانية فاللي هو مش هينفع تمام يعني حتى لو قلنا ان الارقام صغيرة فممكن اللي هو برضو في اوقات ما يساعدكش تمام طيب دي المسألة التالتة اخر مسألة معانا بقى الشهر given number n print the month تبع الشهر دوت هو هياخد ايه كل ال first letters هتبقى capital letter تمام ال input بتاعنا n من 1 لحد 12 هي print الشهر يعني مثلا لو انا عملت له 1 هي print اللي هو January و2 February وهكذا تمام يعني انا يا ريت حد يقولها معايا بس مبدئيا كده ال time بتاعنا قد ايه التايم بتاعنا ثانية والميموري 256 والان من 1 ل 12 فاحنا كده هنشتغل شورت تمام كده طيب هنيجي بقى يعني حد معايا بقى يا ريت كده لا هقول وانتوا هتقولوا الشهر عشان هنكتب 12 شهر فايه ف كتير شوية ليه اسم شخص كتب يا جماعة رايب ماشي بقول لك يوم تكسب فيها سواء بتمليني الحروف ايه احنا كده هنتعب قوي هي الحروف اسمها مش كابيتال ايوه تمام هو بيقول اول حرف بس اللي كابيتال هانت بي ما شاء الله انت تتكلم في الشات انت تتكلم في الشات ايه انت تتكلم في الشات في حد حللها اشك ان في حد حل استنى بس كتير انا مش فاهم
ان انت اللي عامله. طب بص يعني ابعت لي هحطها في الليست خالص. حرام عليك والله. خلاص انا هجيب شويه هاتين. بص انت اصلا لما تشوف سؤال تاني اكون انا خلصت. الله يسامحك. ثانية واحدة. هي دي شهر كام ده؟ 8 ده أغسطس صح؟ أغسطس 8 تمام تمام. سبتمبر. الله يسامحك كده شهر كام؟ 8؟ لا احنا سوري احنا عملناها أغسطس تمام. سبتمبر 9 سبتمبر في حاجة والله كده كده ايوه تمام اكتوبر ده اكيد صح؟ هيا محمود اول حاجه 12 اللي هو كان مين ده يا جماعه ديسمبر ماشي تعالوا بقى نجرب نرن كده مظبوط بس انا سميت ولا ايه ده سميت تمام بس كده الحمد لله هاتي ارفع الكود بقى حاضر انا نخلص بس وهرفع خلاص كده تمام المساء خلصت والسيشن خلصت خلاص انا عايز بس الاول في حد عنده سؤال في اي حاجه يعني هو مش هينزل النهارده هينزل على اخر يوم من السيشن بعد السيشن بتاع التليفون ما هنفع تمام السيشن بتاع النهارده صح مين انا لا يوم الاثنين خلاص تمام شكرا حد عنده سؤال في اي حاجه شكرا يا استاذ هو كده خلاص نعمل ديب صح؟ انتوا كده خلصتوا صح؟ خلصنا هو في حد بس بيسأل امتى يستخدم انت وشورت ولونج طيب
هو اللونج هي يعني لونج انت، يعني انا لما اقول لونج هي لونج انت، فمش بتفرق عن الانت، لكن لونج لونج هي اللي بتبقى مختلفة. تمام؟ يعني عندنا الشورت، تمام، الشورت هي شورت انت، واللونج هي لونج انت، ولونج لونج هي بتبقى مختلفة. تمام؟ ف هو في فرق ما بين لونج بس ولونج لونج؟ ما انا بقول اهوت، اللونج هي نفس السايز بتاع الانت، يعني الشورت يكون معلش الشورت بتاع معلش الشورت. طيب الشورت 2 بايت، تمام، الانت واللونج الاثنين 4 بايت، اللونج لونج تمام 8 بايت، تمام. فسويس خرجت انت الاثنين واحد، لكن اللونج لونج هي اللي بتبقى مختلفه. تمام؟ الانتجر الانت بتبقى من سالب 10 اس 9 ل 10 اس 9 تقريبا. تمام؟ الشورت بتبقى اقل، يعني بتبقى لحد 10 اس 4 تقريبا. 10 اس 4 تقريبا اه. تمام؟ اللونج لونج بتبقى لحد بقى 10 اس 18. طب هو مش كده لو انا مثلا بدل ما استخدم شورت استخدم انتجر، الغي الشورت من حياتي مثلا. هو على حسب، يعني مثلا حاجه زي اللي احنا كنا بنحلها من شويه ديت بتاعه الميموري قليله، تمام، فانت بتدور على اقل حاجه تاخد ميموري، فما ينفعش انت تشيل يعني بعد تستخدمها اتسايل الشورت هتستخدمها، فاهمني؟ افعى اه تمام، على حسب الكيس اللي انت فيها. هو اعلى رقم على حسب، بس اغلب المسائل بتبقى 1 سكند. لا هو التايم ده بيتحدد على مثلا الساعات، يعني في مثلا انا حطيتها وستبليت 10 ثواني مش 10 ثواني، في مسائل بتوصل ل 11 12 تلعب انت الوقت بياخدك بالكم 5 سكند، تمام؟ ده بيبقى على طول المستوى او المستوى يعني على الدنيا كل الجزء اللي انت بتقدمه يبقى ايه؟ تمام؟ يعني انا مثلا بريد بين ممكن ترمز اقدر استخدم لونج عادي وتنتجر اقل من شورت انا اشرح لك الترتيب عندي، بس هي عامة دلوقتي كل اللي انت بتستخدمه يبقى عادي اللي هو مش فيش وان سكند وكده، تمام؟ بعد كده نبقى نشرح في الترتيب. تمام.